الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد روى ابن ماجه في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس يوما: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. وحوري ابن ماجه صحابي قال له هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه إنه مقلي أو سوت بيي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وركي وكمغلي ورسولكم علم المها كم يددك كويري: أيها الناس اتقوا الله ددوا إلهي كبغضة وأجملوا في الطلب. أرسى قد السادو الرادين إسان وناتي وقرحية، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، نفنا لمن ميصه إلا إذا ما يستطوع إلا أستطوع رزقه إلهي وقري إنتان أبور. أيها الناس اتقوا الله، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. حر رسولك عليه الصلاة والسلام ددوا إلهي كبقى وناتي السلاد رزقه أورا دين إسان وحاني أرنت أسكوها قاق إسان وحي حلال إن أدقادتان وهي حارانا نينات كتكتان وتلادي هذا قيمة بدن وغفك مسلم كحسوسين إيسا إيمانك قارهان الإيمان بقضاء الله وقدره إنو سيدا ما يسترنا الدون كور مايو إلهي قدر كيسي حكم كيسي وري وهي كم تهي إلهي قفك أرسى قديسين وقري إنت إلهي وقرينا إناني ككردهين كان يرانا هين وني كدين ما هين سيكستو اي حالد نقطه وتلقي ما بدن وقفك مسلم كحسوسنا يسا الله كبقت اله انه كعبسدو كبقو الرميه سو دغارهان مركو دقاقت عشو يا ارسا قد رادين وتلقي ما بدن وقفك مسلم ككدي رجلينيسا صفه وناكسن الله يرهد الورع حلال ميرتك وحا حلال لمدي سوه بون إنو قاتو وحا حاران لمدي سوه بو إيا وحا وكشك سيها بينو كفقادو. أيها المسلمون عباد الله، إنه كدو لينا حديث كان نبينا عليه الصلاة والسلام وحين ما انت هلكا وقسوة شهدنين أتلوين تدك استعماله يوتيوب كيوتيوب الرد الله بحي وحا ونقضي ما انت يوتيوب كو meel loo arsaaqo doonto wadadka qaar kood wixii ay ku noolaan lahaayeen ay ka tabacdaan asalahan xaraan maaha. Waxa lacagta laga helaya waxa yeesiisiyada iyo ogeysiisiyada qofku maqtaa ama clipka uu dhigo YouTube ka la raacinayo kaas ayaa qofka lacag lagu siinaya. أصلاً حاراً ما هبيرن علماء الإسلام، لكن وحواتي بس ذا ورسولك عليه الصلاة والسلام شاقي وفكاوش نوع عاسية فرها كل تيرا أن يجمل في الطلب سيدو ما شهر ساقد وقرات سنة يينو هاقاتيو وحلم إذا ددك إيقونا وردونك كشقية ددك وردك كسوقادة يكو وسيت بيبا وما أنت وركو وحو نقضي ميد تي في لغسي دايو يميد فيسبوك لغسي دايو يميد يوتيوب لديغو وحو نقضي وحدات فرابداني اي كشاقايستان وارساقاد اي كراديان وحينو لانا هاي تلادة كوباد واتاو رسولك عليه الصلاة والسلام شاقاي سيداما استيران ارمايو نفتي نوي حصوصية وحي الهي دين قريو نادي ليسان وحي إلهي دين قرينا مرنا بينان ويدي سيقهين
taasina haydinku dhaliso inaad ilaahay kaga baqataan sidaad meelaha arsaaqad uga raadinaysaan. waxay shardi uga dhigeen culamaaul islaam qofka youtube-ka arsaaqad ka raadinaya waxa uu lacagta ku helayaa sida aynu sheegnay waa xayaysiisyada iyo ogaysiisyada shirkadaha iyo ganacsatada iyo dadka muraadada lihi ay leeyihiin. shirkadda youtube cidda lihi ay raacinayaan qofku qoraalkii ama hadalkii uu soo dhigay, taasi ayaa qofka wax laga siinayaa, lacagtii xayaysiiskaasi laga qaaday. waxaad xayaysiinayso amaba se hadalkii aad meeshaa dhigtay la raacinayo ee hadalkaagaasi xayaysiis iyo suuqgeyn u noqonayo ka fiirso. axalaalun huwa am xaraam, ma wax xalaalaba mise wax xaaraana? ma laga yaabaa inaad leedahay youtube baan ka shaqaystaa oo hadallada aad soo dhigto xayaysiisyada la raaciya ay yihiin kuwa riba lagu xayaysiinayo ama sire iyo dhaqan xumo lagu suuq geynayo ama xaaraanta noocyadeeda kale? iska hubso maqtacyadaada iyo kilibyadaada waxaa la raacinayo ma bannaana? xayaysiis aad arkaysood og tahay inuu xaaraan yahay in la raaciyo kilibyadaada kadibna aad tidhaahda youtube baan ka shaqaystaa waxa aad cunto. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه بر نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أي شيء هدو حاران تمايه شيء وحي ما لقاه له يلا عقنا إلى أي وحاران تمايه وحد نقول ساقف عاوية حمانتو إنا يفافته إلى أين سبحانه وتعالى حمانتا إلا السمايه أو قول مديد وحكرو إلى أي وديد عدة سمايه سينسيون لغو عاويه. فقال ربنا سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أرنك الله بدا ما تلذك لوحا يتهي يكوة جهاندتك يوتوب بدا كهد الله وحين لانهي إلزموا مراقبة ربكم إلهي سبحانه وتعالى حقي سيسك إيغا وحاد كهد ليساني وحاد قريسان با inta aydan odhan intaydan qalinka u qaadan ee aydan qorin ka fiirsadama wax ilaahay idinku cadhoonayaaba wa cadaabka ilaahay aad ku mutaysanaysaan adduun iyo aakhiraba xusuustana ilaahay xaalkiina inuu xogogaal yahay arrinkiinuna rabbi inaanu ka qarsoonayn waxaad ku hadlaysaan oo dhanna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maqlayo. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إلى يحرم وحي أم علينا يعني. وحي هوس ويراهدان يا وحي كفقان إن أنا مغلاين ومغلى يا أبو الإلهي سبحانه وتعالى وليبا أنت وحادر إلهي نوصل ديري ملائك قفكو سري عاد وحو سمي وحو لك قريسه يوم القيامة الله صهر لقي دونه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب لك لبحية الله صهر لقي دونه أخر رسالة ورم دونه واحد سمي سيبا كو قران يا واحد كو هذا الشيء اس حسابي عادقو adiga isugu filan maanta xisaabiye waayo laguma dulmiin waxaanad odhana maanad samayn lama gelin wanaagaad samaysayna lagaama duudsiino lagama saarin. xaaladda noocaasi waa mid qof walba sugaysa ilaahay baa subxaanahu watacaala la horjoojin doonaa. fayasalu can kulli sagiiratin wa kabiira khayr iyo shar wuxuu sameeyey wax yar iyo wax weyn iyadoo cidiyaani u kala turjumahayn buu ilaahay weydiin doonaa. midigii bidix hadduu eegana qofku camalkiisii buu arki doonaa hortiisa markuu eegana naar qow dhamayso iscunaysa oo u cadhaysana u cartamaysa ku ilaahay caasiyee ka cadhaysiiyey ayuu arki doonaa. haddii qofka muslimka ahi uu sifada yeesho
مركو استعمال إياه وسائل التواصل كنوعه ذاك الدوان رهاندت كشقدا كديك تيبا وحاو نقند ونقف دينتي سي شرفتي سواي ودور صناتو الى شناتو الهينا كبقى سبحانه وتعالى حارانا ان كو هادل حمانا ان كدحسمين وحاو نقند ونا قف وحا كسو غليانا حلال ونقض ولهذا با الهينا امر حالده نو دن اني خصوصنانو الهي حالكينا سيده ولا صعده يا رينكين سان او قرصونين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلى وحينا أمري إن إلهي كبقنا وإن أدقنا سيد إلهي نقدوني النار تنفتينا نحك حكسين وحين عاوين يا رينكاس إن أفضلين ينا إلهي آياته كجب الجب يوحر إن الله كان عليكم رقيبا وقادع إلهي وامدرن كينا لصعد حال كينا وكقرصونين الرميه إنه ودمينا أيو مقدان أو مقل يوح الله ليوحدكو هذا الشان أيها المسلمون عباد الله ما أنت وحكا صعد يوتيوب هذا ودتك قاركود يقو أرسا قدر هاتسادة إسلاح وصوتي تدد فربضان أودك إسته سأي العقتو يدين كوباداتو بين فربضان أولي بلو بريد آيو بين تنوى من صفات المنافقين ورسولك عليه الصلاة والسلام وحوة المامه ودا كدري إذا حدث كذب مركو ورما منافق بين بوشيغا إيمان بان قلبي قيسة كتيرين بين تكعيلية وانا الدنبي وين وقفكو عقاب كيسة الدنيا دا وكواركو وإلهي با شرفتك حيوبية قفك بين الله داد كان عندوه ذكر ده مدان قيم اللهين والله الرمي صنع إنو إياهي إلهي با موچية ودنبي عقاب كيساي كمتهاي دنبيك لقفك إنو وچيد وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار بانتا لو بلير يمانتا يوتوب بدل قدو بيو يا عناوين تبين تلا سماينا يه إنه حرك كهوسية يعوانك وأما مجوعان إسرائيل عذاب القبر باكدم بين دونا وكينوش يا رسول كني محمد عليه الصلاة والسلام إن هبين كلا دلمية إلا تسيي قفلة شيحي قول الكيس إلا قداتك إشي س إلا قداتك سنكي س إلا قداتك ودينا عامر كلا دمية حاجة كلا لو وريجو إن عيه رأي بوكسنا يسوع هذا الغصن قنيه، وصدا لوجع العلنا يه، عذاب كنوع عاسية جو جوينتا إلا وقيام وضعيه. مركو رسولكم ملاكتي ويدينا وحي الشجرين وهاقف بين شجع، وبين يسوع هذا يوفاف توجيه ينكر الدوان يقعدوا، بين تمان تلاقي لي يوتيوب أما فيسبوك لديكو، أما بس وصايشة كلاذت كوي كحديدان. وبين تاجهوا إن بدن قاريس ولي بس دخسا ومت بدنو قاريس. والله يا بدد دين كله دي شو درا درا على صابع ونقطه. أودد شرفته ده يدكته ده وحلقه ياله. أودد دي جوده إنه ده تصاب لقى نقطه. أودد حقوق ده ده لقى دوتيه. عذاب كنوع عسية بس سجى يساني محمد عليه الصلاة والسلام وشاعي. قف كارن كنوع عسية فراها الله جلا. إلهي سبحانه وتعالى نقتو بدكينين انت ونول يهي قيري قوري من دونتنا إلهي سبحانه وتعالى قرنايا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، دم بيد ما انت آد وقفافي يوتيوب يدا وحا كميدا عيدا وددك غير كود وحا يكودا باي تهي عي عيدنا ما هدقن قف مسلمة. نبي قوحود عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء، قف كمؤمن كايماها مدرس بدا ونعدل بدا وافحن وحن كهد الله وددك ايمانك لياي كحشودان
حتى كوا شرفتوا دور صنيع كحشودان أيضا ما أنت للدلدلة يا إلا قد اكتمل لغو شقيستو لغو تبعادو وفسقي ووددي صحد عيدو قفكو وكبحي وقرد تشيحو وبحي إلهي كفقية. قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتال كفر. مسلم كعيد العاية وفاسق نمو إلا لدك الله ما نوى كفره ودن بوين وقفك وكم تيسن يا عدد إلهي يا عقاب كربي سبحانه وتعالى وانا من قفك وكو شرف بيليو قفك هلك عيل الصوف ديا ريرها عايو رنكيس قبيالها نقضو مضاحا عايو ضدك كلها عايو علمها عايو عيدا سيهبا سيكا لدراته ودن بوين وقفك وفاسق كن قنا ايو إلهينا سبحانه وتعالى وكغفو قانا ايو وانا ميدو كل شرف بيلا ايو وداد فربضاني وحي مصاريف صنيان وولا يوتوب كانوا كشقي سنة دين تودي وحارانا باي فافين ايان وحارانا باي كوهد ليان ويعايتم ايان داد باي انتايس كدير ايان وحانا يسوار كاني تبعان ايان شقي سنيان حقيقة نوحي مصاريف سنيان دين تودي وحي مصاريف سنيان ومالين بقربة يقو سنيان شرفتو دي إيا دكتو دي إيا قيمه دي شيدان كايا فقر وبلن قاضي سيو حمان توقو قرحية وكا إلهي لأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء حلال مهل إسان بكورانيا حولانا ميلك لك ما تبعان كرتانو هل كانان هاي سي حمان تاسي اوغو قرحيو ويوغو سي السعدان وانا اودين اوغانا توبت كينو إلهي سبحانه وتعالى انا اوغا سو نقل وحاكم اذا حمانا دحيا لدد كاينو كالتالين اينو دد كاير ساقد كور رادين اي يوتوب كا هذا اللذا اي صور ديگا يان هذا اللذا قفك مسلم كا اي تاينو كحشوض حشوض كو ايمان كا ايو كميدياي بل رسولك وحو شاق عليه الصلاة والسلام إن حشاد كي إيمانك أيه لب الله يسكو الله راي وقفك هدو بلا إيمان ياه بلا حشاد بن قرية هدو إيمانك يسو يرادان حشاد كي سنو الله يرانية وحو النبي عليه الصلاة والسلام الحياة والإيمان قرينا حشاد كي إيمانك والله يسكو الله روال الحريري فإذا زال أحد ما زال الآخر متكود مركو ماشا كبحاك كالانوى الراعية midkood markuu yaraado ka kalana waa la yaraanaya halkaas oo islaamku xishood ka gaarsiiyay bal rasuulku wuxuu tilmaamay khayr oo dhamiibayn xishood ka ku jiro wal hayaa kullu khayr xishoodku dhamaantiba waa khayr inal hayaa la yaati illa bi khayr xishoodku khayr iyo wanaag buu keenaa xumaan oo dhan qofka waa ka celiya waxaad arkaysaa dad cawroodi soo bandhigaya وإيمان كود إنتو ضعيفي حشود كود نو ضعيفي أو أودي سواني قارسي سنين حتى الدين دافع شرفتو دينا إلى شدان إنو حشود كود وكلفة ما إيمان كود وقباقو هبلا إسقاونا يبادر كيسا قار تيرهانو قاون يقار هذا لهانو قاون إنتو وما أنتو ويكبو حال وحانو وحال الله يارسا قد بالقرى دينية سينو شاقني ودينتي إيا شرفتي أولا مصاري في صنعيو مانا نقوني سهر ساقده هلقا كسو بحدا مدبركو ده وقفك حتى وحو ترتا وحاوكا قادة يقوبشو إيا أولل دقنا شلال ينلوشو ددامي ويدا إيا راحو إنو هلو وايا إيا قفك وكا قادة يرابهان وحاكم إذا حشو درد ما أنت كسو عطا إسقاوينتاس حق تشركة إيه إسقاوينتا حق هذاك إسلام كوبالو فير صدا وحيابها تشينسيغا كوسابسا إسلام كوسيسر بيبانو أسطوران بوشيغا ما أنت دادبو شايدان كوكوري معلمين باتين وارماه وحكوسابسا بادادك بارايسان مركاسي أفكا وكلا واحيان إيهو قاركود أي دومريهين قاركود أي رقيهين قارنا لغا يابين علماء بشيغان ايان وحي تايقفك مسلم كاي انو كحشو دو ايمان كيسو كعلي بالقرآن الكريم كاو فير صدا
markuu ka waramayay xiriirka ninka iyo xaaskiisa u dhexeeya nisaaukum xarsun lakum, dumarkiinu beer bay idin yihiin. Waad arkaysaa sida arrinkaasi loo asturay, ee aan daaha iyo daboolka looga qaadin. Sidaasoo kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrimaha aad buu uga xishoon jiray. Mana dhici jirin inuu xubnaha taranka rasuulku calayhi salaatu wasalaam afka uu soo mariyo. Hal xadiid bay ku jirtaa sida culamaaulislaam ay sheegaan, xadiidkaasina sabab ayuu lahaa. Markii nebiga calayhi salaatu wasalaam gabadhi ay u timi iyadoo weydiinaysa arrimaha dahaarada ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax dahaarada ku saabsan uu sheegay ee ay hore u fahmi weyday, rasuulku afka kuma ballaarin sidii buu ugu dulxaadinayay oo ugu sarbeebayay. Ilaa caaisha radiallahu canha markii dambe gabadhii intay gacanta qabatay oo gooni ay ula baxday iyadaa dumaree oo arrimahaasi ay isla fahmi karaan ay u sharaxday arrintii. Sidaas weeyaan islaamku waxaan afka lagu balballaadhinayo ee haddana la leeyahay shaydaanku dadka uu ku dhi waa aqoon iyo cilmi aad dadka u sheegaysaan waxyaaba iska fitriya oo dadku qaabka ilaahay u abuurayba ay ku fahmi karaan ayuu qof la soo istaagayaa halkaa. Ujeeddadiisa u weynina waa dadku waxaa inay daawadaan, oo qaarkoodna la yaabay ka muujiyaan, qaarkoodna ay la dhacaan, kadibna dadka daawanaya markay u bataan lacagta uu ka helayaana ay u badato. Bal waxaad arkaysaa arrimaha noocaasi ah oo la leeyahay waa baaraank ama waa wax dadka xaqiiqo la moodsiinayo laakiin aan xaqiiqo ahayn, oo iyagoo ficila maanta yuutuubyada lasoo dhigaayo halka xishood dara ay gaadho oo inamiyo hablo waxyaabaa noocaas iyagoo samaynaya ay soo dhigayaanba. ilaahay ha ka baqaan subxaana watacaala, rabbina waxaa uga toobad keenaan, ciddii gelisana waxaasi ha ka saaraan, ilaahayna subxaana watacaala arsaaqataa dhaanta ha weydiistaan. Laba arrimood bay isku darsatay, xumaantaa la soo dhigayo iyo dawarsi joogta ah oo ilay gareeya iyo sii faafiya iyo ilaahay baan idinku dhaarshay iyo baryo noocaasoo joogtaa ayuu qofku ku jiraa oo dadkii uu baryaayo wuxuu soo dhigayaana waa xumaanaha ama xumaanahaasi ayaa ku jira. ilaahay subxaana watacaala ka baqaan saa uu sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo arsaaqadda waddo saxaaha u maraan. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida saxaabiga yacla ibnu umaya la yidhaahdaa u wariyey, ra'aa rajulan yaghtasilu fi lbaraazi biduuni izaar, wuxuu arkay rasuulku nin meel cidlaa ku maydhanaya oo isyidhi cidina ku arki mayse iska marya dhigo, oo isagoo waxba aan guntanayn maydhanaya. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo ninkaa la hadlaaya, waana fariin ku socoto qof kastoo isqaawinaya, ina allaha xayiyun sitiir yuxibu lxayaa wasitr faida iktasala axadukum falyastatir, rawaahu axmed waatirmidiy waabu daawuud. ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisa sifatu lxayaabaa ka mida waa sifo wanaagsan, sifada xishoodka. ilaahay waa mid asturid badan oo addoomihiisa ilaahay waa asturaa. intaa xumaan bay samaynayaan wuu awoodaa ilaahay inuu fadaxadeeyo u kashifo, laakiin ilaahay sifaadkiisay ka mid tahay inuu addoomihiisa asturo. ilaahay wuxuu jecel yahay buu rasuulku xishoodka, hadduu qofku hadlayo, hadduu soconayo, hadduu wax samaynayaba ilaahay wuxuu jecel yahay is-asturidda, qofka hadalkiisu inuu asturnaado uu noqdo mid xishood ku dhisan, qofku cawradiisa iyo jirkiisa inuu asturo rag iyo dumarba, weliba dumarku hasii daraadaane midkiin markuu maydhanaya buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. hadda waa qofkii meel cidla ku maydhanayay ee cidla joogto arkaysa aanay jirin hays astura buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. haddaad xaajo gudanaysa, cidlo ku xaajo gudanayso, iyo haddaad maydhanayso, mar haddaanad ku jirin meel kuu gaaro adigu aad ku qarsoon tahay, maaha inaad tiraa cidlaan joogaa deetana dharkaad iska dhigto. waxaa dhici karta inay cidi timaado meeshoo cawradaadii la arko. maxaad u malaynaysaa maanta dadka fiidiyowyada iska duubaya iyagoo qaawan ee soo dhigaya mashriq iyo maqrib ay ka dhacayaan
cid waliba ay daawanaysa rag iyo dumar dadkii ay qaraabada ahaayeen iyo kuwii xilka ay isku lahaayeen iyo kuwii ixtiraamka iyo qadarinta ka mudnaa cid walba way gaadhayeen sharaf darre intee le'eg bay u soo jiidayeen waalidkoodii iyo dadkoodii hablaha maanta waxaa samaynaya iyo inamada waxaa falaya waxaa iyaduna taa ku soo dhow hablaha mikrofoonada la dhex qaada suuqyada maanta oo magaalooyinka waaweyn bay aada uga dhacdaa taasi habla aada u soo labistay oo xijaabkii sharciga aan xidhnayn oo waxiise soo marmariyey oo quruxdii ilaahay uu yidhi qariya soo muujiyey walaa yubdiina ziinatahunna buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mikrofoon suuqa la dhex maraya innamaana kamaraday daba sitaan hablahaasi waxay weydiinayaan ciddii ka soo horbaxda rag iyo dumarba waxay ahayd inay ka xishoodaan oo ay iska daayaan iyagana waa u nastaaxaynana waxaan leenahay iska daaya ilaahay daraaddii uga taga waxay weydiinayaan hadalkooda aada ugu badan had iyo jeraala jacayl weligaa waxma jeclaatayo yaad jeceshahayiyo markuu jacaylu kugu dhacay saad noqotayiyo qofka jeclay hadduu ku diidayiyo waxa noocaasa bal ka wara hablaa ay suuqa la wareegayaan ragga ay weydiinayaan oo ragguna nooc walba way leeyihiin kuwa ilaahay ka baqiya kuwa aan ka baqanahayn kuwa xishoonee kuwa aan xishoonahayn oo marka qaarkood laga yaabo hadal iyaga qalbigooda dhaawacay inuu kaga soo baxo iyaguna ilaahay ka baqaan naftooda horta ha asturaan ragga ay dhex gelayaanna ha iska daayaan su-aalaha noocaasana ha iska dhaafaan waxaasoo dhan waxa kallifaya inta badan waa wax la xayaysiinayo oo la rabo waxaan in lagu kaabo si ay dadku ugu soo jeestaan iyo adduunya doon war wuxuu ku urursaya intaa inoo sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam war ilaahay ka baqo oo arsaaqadda intii laydiin qoray uunbaad helaysaane diintiinna iyo sharaftiinnaba dhowrta oo si fiican arsaaqadda u raadiya wax xalaala horta raadsada waxaa xalaashana waddad u maraysaan waddo xalaaloo saxa oo diintiinna iyo akhlaaqdiinna iyo dhaqankiinna midnaba aan waxyeelin ka dhiga ilaahay baynu weydiisanaynaa qof kasto waxyaabahaasi ay ka dhaceen inuu toobada waafajiyo rabbina subxaana wa tacaala uu ka toobada aqbalo rabbi baynu weydiisanaynaa muslimiinta wixii jahli u geeyay inuu ka dhaafo diintooda inay bartaanna rabbi inuu waafajiyo allahuma callim jaahila almuslimiin wahdi daallahum wajmac kalimatahum cala alxaqi almubiin allahuma akfir lana waliabaa'ina waumahaatina walilmuslimiina waalmuslimaat اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.